السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت لي سؤالا في باب الكفالة، في باب المعاملات. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، هل هي إحضار، هل الكفالة، معنى الكفالة هي إحضار الشخص الدائن إلى المكفول له، أم تسديد الدين إذا أؤثر الدائن أو المكفول عنه؟ عفوا، أعيدي السؤال. معنى الكفالة، هل هي إحضار الشخص الدائن إلى المكفول له، أم تسديد الدين إذا أعسر الدائن؟ هذا كله داخل فيها. طب ماشي، والخلاف صوري فقط في بعض الألفاظ، فيجوز أن يكفل شخص شخصا في غيابه، ويجوز أن يكون في حضوره. بارك الله فيك. ويجوز أن طب